قد تكون بعضها جزء حقيقي لكن بعضها جزء تهريب الدولار. لكن بذات الوقت ما دمنا لم نحل مشكلتنا مع إيران وسوريا ومشكلة المنافذ الحدودية ومشكلة التجار الصغار، أعتقد راح تستمر هاي العملية. هو هذا التبويب للفساد. أكو سياحة مدفوعة الثمن اللي هي السياحة المجانية يسموها. أكو أبواب للفساد. أولا عندك وحدة منهن السياحة المجانية مع الفساد، هاي للفساد. أنت الطب تأخذها منا توديها منا يناقلون منا، هاي كلها سرقات تعتبر إرهاب، ولو يطبقون عليها قانون الإرهاب يسووا إعدام هواي أحسن، على مود هاي الناس توقف. وإلا إذا ما يحاربوها الدولة وكذا، ويعني محاربة من لجان، من لجان تخاف الله، مو لجان يجي ياخذ منه ياخذ النوب يصير مصرف إليه، يصير مصرف إليه ليتأذى النوب أكثر. وهاي الوضعية وراح تظل هيك مستمرة إذا ما تتوقف وتصير مركزية. يجيك واحد مثلك فقير التايواني، جيب لي الفيزا مالتك، جيب لي الجواز مالتك، جيب لي اللي يقولوا وياي التكت مال الطياره مالتك، يلا انطيك ما اعرف ايش قد نعطيني، فرقه يمكن 600,000 700,000 وكل سنه مره هاي لك. لهم بس لهم ربحهم وجماعتهم، وما يعطوني لي ولا كذا ولا الدولارات، لهم بس هم. لشنو احنا ابتلينا بالدولار يا ابن عمي؟ احنا يعني شعب تعبان يريد ياكل خبزه، يريد يعيش، ياخذ العلاقه الاهلال، قاعدين بس هم قال الدولار وحكى الدولار.